أيضا نريد من سماحة الشيخ أن يوجه النصيحة لمن يجبرون أزواج بناتهم أو أخواتهم على الطلاق ويحتفلون بهذا الطلاق بعد وقوعه. كذلك لا يجوز أن يكرهها، لا يجوز أن يجبر الرجل على طلاق زوجته إلا عند القاضي. عند القاضي إذا رأى القاضي إذا كان الزوج متعسفا في حق زوجته وضارا بها فإن القاضي وطلبت الطلاق فإن القاضي يأمره بالطلاق إزالة للضرر عنها، فإن أبى طلق عليه القاضي لأنه ينوب من أبه. أما إذا كان الزوج صالحا ومستقيما ولم يظلم المرأة فلا يجوز إجباره على الطلاق، هذا ظلم ولا يجوز، ولو أجبر لم يقع طلاقه لأنه مكره والمكره لا يقع طلاقه.